بسم الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا كسر دوالة وحا مرتئ نوغو عميشن شيخ محمد عمر ديرل، شيخ عبد الرحمن عداني، يا شيخ عسوي، وأنا وذكر لي إنه ودنا كذا ذكى. إن شاء الله تعالى وحى عن كبي لعبنا دونا إن أي إنه ندوير مواضيع كذا دونا إن كبي لعبنا دونا. إن شاء الله تعالى موضوع أبو هرية شيخ ومن واحد سين. إن شاء الله تعالى وعند دقيقكم مركا كذا بنا ندوس سؤالها هي جوابها يوم قادم دونا. إن شاء الله تعالى سؤال شيخ أبو هرية وشيخ محمد عمر دير، وحنودي ودي بنا موضوع ليلى هذا أسرة بلا مشاكل. أسرة ما نكتري دبعت دواني بحولين سديبي وقتهاي محل وقرتا أي شيخ بنقول إذا إن شاء الله تعالى إدي سؤال قبل أنت أي كلمات كان سعداء ويسوق لك إن شاء الله تعالى. فليتفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وبعد، أسرة بلا مشاكل وقيس بروبلم الهايد اما لغه فول لغه هاجاتيي مشكلتي هي بدعتها لحد هاي السيرة كوي من كرتا وعي كوي من كرتا يدو دينت نحنيف كان معال الرعا تالا أنت قويس بلا مشاكل اللي هي الكريمة وحد تصالين وابا يا مرخاتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام استلو بسوية أصحاب تيسي يسيقى يسكدى وريه يسي يا لكن أصحاب تيبا رقية مربع مشكلة دي كما يستنين مشكلة دا ما انت انها يستايق ما يستن بروف طوال يطقي مصاريف اطيت الى بها ليني مرين يضرها اطيت هاي وعدك مريها لك لقادن حجابك هاي هفلو قادن ايا ولك انا عاري يسنج قطيت المصروف كنا دي قرآن كالا صور احكا لن كان جمرك يحجي وهي حاسس كرسول صلى الله عليه وسلم نبي يوحى من عنا الله ربها أنها إلها كان جد إسكي حجي استبايل هاي ونهتا دل جدو نيسا إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وصرحكن صراحة جميل كذا كنا حاسس وحيا بها أن الهنة ما يدعي لي مركا واحد يلا إلى أن يسقط الصلاة، لكنه مد هدف طيل هاي خرمه ويسعدته وحالي أن السنانين الدين يسلاني وأمنوا ليه عنا ذا نلا أمنوا ليه وأبا هاشر راح وايضا كفاح عسال هو ذجر ولا لسيجين لما هدنا إن هول بال هاي لا آي وصلوا أحيالها مشكلة الإسلام وكوح اللي هي إيمان كعب تاري سكول سنبا عاكم إذا حسن الاختيار استورا شيني جيب وقالتا صلى الله عليه وسكتا واني ليو قلب وحلمو باقيين دادكو مركا اي سكول سنة ياسي ام قوي سكول نوغا بربورين اسلام كان بمهرين با لما دا قفين اي ستورتا كبرو ناني كدورا تاني كونا كورنا دين يطبيعات بعض دورانيا دنيا لبا دورانيا وكان رسول الله قال أفر قال أرسل أفر توا مقشرين بدن دين تيرو دور عليه وعليه الصلاة والسلام نيكا رسول الله قال مركو يدي يمال دن دين يطبع عبده وقوري أبو الهولا صلى الله عليه وسلم ماشي دوية دل ورمي حوى مقيمة معي وهي دوية وحسولة ينتقي وانكي حلايا ما بكم والصالحين من عباد صلاح ما إلى هذا الشيء وقوري أدتك ولاكسن يا الله معنا هاي سيارة قويس كنا لا بربورن طارشلا وحاول كل دار الإسلام كير إيجده
ولا قفني سركامه ولا هضمانه مصير كل يدرون مستقبل كل كوا الله مغيرة ابن الشعبة رضي الله عنه وأقول سنة يا نبي وحى ولي قولنا أقول سنة سأك فإنه أحرى يودى بينكما سنة سأقول كينو كسي ولا السلام دور هذا وذا شر كينو كوها قال لا وقف فديس كل سنة على فبيس وقرم سلام كان وحى الديلي تتبع العورات ينقف بقف كالو في الصلاة في ليبيا شو ليس في الدعوة أي على الديلي وإن رشا وقالنا يا نرى البروتوكولات بسرعة يسماها إياها يتاون إن هي كاي إلى اليسرى لكن ونرى مع ناس إيا ورورين برا إيا مر لفرح سيء إيا مر لمروي سيء إيا مر لعري سيء نرى الله بدا نسوي تشتوي وتد القاب بالبعض وأن تعفو أقرب للتقوى عفسك إلى إسعافدان أو يسرنا أفطار ويسد القاضتان حقوق يسرع فدان بأنوبة إلى هؤلاء سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم بيراتك نحن إنها علينا هاي لاوين وحي علي بحنا إيسا سيقنا وحي سود بحنا إياه وكاسا لا يسكوع عشان إياه قوي سكوب الله يلعلينا عبد الله بن مسعود صحابي قيل لورني حاس كيس واحد الصدقة بحنا إياه مركو دائما النبي عليه الصلاة والسلام تبارك الصدقة لكل ريه كل كاسا عبد الله هنا وحوري أنا جي عروف طابو بهاي ميالك لها كيين الصدقة لنسي وعن فلا يا ريت لنا لي ذيك يدك بحين ما دام يسكو قيس نهاية بروك علينا اللي قام ويدي رسول صلى الله عليه وسلم هدي أي ويدي سين وحولي صدق عبد الله ربو شابسي الكاسي تاجنا يتورك السحابيات الكويحي كعلى بحان كعلى عهورتا وعباد صدق تي أوف يعني دوي صدق بحية سكية سيلا إذا المركا واسكيه كويهو دواوي تاسنا وامنونتي أي تهي إن لا يسوس ما فل، مركا نكِ قبري وكو أركو نقصان إلا الهوان وكبا، يدنا نقصان تي سواء كبتا، نبي روح عليه الصلاة والسلام من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، قف قادو لك عورتي سيعتي سيد ليش يصدق الله أو رك وركاسولي وكاسولي ما كاسيلر وكاسيلر وكاسيتري. إلا إن عرضي ستوقع إلا وقب كنحني سكفة لحدي تابوا ما ينفى لحد إله سبحانه وتعالى لكم هذه يجير مكا يسوفي رسالة مجهرية مايكروسكوب وحي ساران بل ليش قفك آلو وينية سيدي ومرقي هاي وقام قفي نكدا مركا آتا سنة مشكلة دوي مشكلة دا أساسي أوحى لسلطو دردار أبو رسولك بلوغتك صلى الله عليه وسلم وحولها استوصوا بالنساء الخيرة وطلعت الخير سو دردار من رغو ومر كان يقول رجع سو قارتين وحاي سو شيء ثاني ولا بينه حاس كيس أو صار فرع عدم وظل ماشي وين أنطل بيمان بده حق أولئك كلاهم كحد كتبين فإن طعنك فلا تبقوا عليهن سبيلا إلى أي رجل الله ضيع وحوله هذي دمر كيدنا قبلين وأين كثر قاتين هطل بينه أو كحد كتبين عند حد كذب سبع سنة إلهي ما كك عوني سبحانه وتعالى وحيالها رنتي أسرده مشاكل كوكا قبضي حكرا نحو ذا وحا كبدا أين لقى إلالي ينراش وحا لينا قلف سنات قلف سنات أو دبع سنان اعتماده أو قفك لقفك كرا قلب حاله إلا هو صاحبه بالجنب وصاحبك سلا نورا نبي روح الله عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم للنساء ضدك مؤمنين تاوحا وقو إيمان وين قفك وقو أخلاق ونعيس لما نيسا وأخلاق ونعيس وبالكيسا وأخلاق ونعيس أمدا وأخلاق ونعيس إن معانا ضدك كهيرا نيئا جوكي سلا يسكتش على سمعي ضدك إذن كنت إذن كو دلاعان ونعيسا يدمر كو دستي ونعيسا ولالنور كواسا إذن كو أخي أحسن بنا يقول عليه الصلاة والسلام كو إذن كو قبل نيوان بلاني واسي داوذي إلاه فصحي رسولك مقد مصطفى صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله لهو أو سهو إلا أن يكون أربع خصال أفرع رماض وحي آنا حين وحل مترين كراغون أقول لي عليه الصلاة والسلام لهو المنقنة وحي أن ذكر الله حين وقفوا كما شكروا له يبلا معا إلا عفر رماض
ciyaartooda waa la ogol yahay. Waxaa ka mid ahaa ninkoo xaaskiisa la ciyaaraya ama gabadh oo xaas ninkeeda la ciyaaraysa suu rasuulkubahaa sala allahu calayhi wasalam. Waa nolol ka turjumaysa daacadnimada iyo degganaanshaha nolosha ay ku qabaan labada qof. waxyaabaha usuladu bilaa mashaakil ku noqon karta waxaa ka mid ah inay wada shaqaystaan. nolosha hareeraha lahayaa waa la hijirayaa, hadday miyi tahay, hadday magaalo tahay, iyo hadday dabad tahay, hadday guda tahayba, islaamkeennu waxa uu ka taagan yahay in hawshii la wada qabto. gabadhii waa daciifa, uur bay leedahay, waa umuur araxday ku sidaa, way jaqsiinaysaa, gurigii bay hawl badan ka haysaa. ninkiina waa laga yaabaa ninte ka majiiran oo duuban oo ka xoog badan sida badan inuu yahay. markaa wixii hawlaha ay qaban kari weyd inu la qabto, waana ku fiicantahay runtii dadka si wanaagsan wada jooga siday hawsha halkan wada qabanayaan. ama ragu xaggaa markay joogeen waxyaabo badan oo aanay qaban jirin inay wax karinayaan oo dharka maydhayaan oo guriga ay ka shaqaynayaan ceeb kuma aha. xaggaa waddankeenii waa laga yaabaa in qalad loo fahmi jiray, laakiin waa nooc ilbaxnimaa baynu odhan karnaa. dadka halkan jooga waa intay saysantay wada joogta weyn. marka imsadiika ka carraa caruurtii gabadhii waa ceeb, inay iyadii kaga carabtana waa ceeb. iskaashigaasay nolosha ku soconaysaa. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii caaisho la waraystay ee layidhi balleriga ka war maa kaana yastacu fii beyt, muxuu guriga qabtaa? waxay ku jawaabtay kaana yaquumu fii mihnati ahli, yacnii fii khidmati ahli, inta reerku la shaqeeya, reerku la shaqeynaya, waxbu la qabanaya. sharaftu sidaas weeye. waxyaabaha usrada mashaakilka ka dulqaadi kara waxaa ka mid a aayahan la dhowro iyo mustaqbalka ay ogaata gabadh inay nin u baahan tahay, nin la-aan oo ay joogtaana inay shaydaanka cidda ugu baxayso, ninkuna u ogaada xaas la-aan inay ceeb tahay, culays tahay, qofka waa ximaqan tahay. idan falaa yatasarac ilaa talabi talaaq, midnaka kale uga degdegi maayo dalqad waxa la idhaahdo ifur, iyadu inay afkeeda soo marisa maaha, isaguna inuu dhahdo waa ufuriyu dalqada shajeela ku kalbaasho ka dhigto iyadoo la xisaxa maaha. labaduba waxay nagu badan weeye, qoysaska waxa burburinaya weeye, qoyskii mushkiladda ku tigi waxay noqotay inuu ninkiina madiya markaa deexurku fidhacdo dalqaddii ama furo ama ugu hanjabo, iyadiina ay isxariifiso ama ku koolaaftantoo ay tidhaahdo markii ereyo yaryarba la isweydaarsado waarana fur ama warqaddii nasiib. waxaa dumayaana waa qoyskoodii, waa aayahoodii, waa mustaqbalkoodii, waa awalkoodii. marka arrintaa islaamku meel adag uu ka taagan yahay, miithaaqii iyo ballantii adkaaye la saxeexay in sidaa loogu ciyaaro arrin qaada weeye. nusuus badan baana taadiinaysa, qur-aankuna guurka waa dhiiriyey, sunnadu way dhiirisay, laakiin qadiyadda kala tag iyo furiin ee in badan baa la warwareejiyey. marka hore guriga dhexdiisa ha isku muslaxdaan, marka dambe waxa loo saaraya garsoorayaa, muddo kadib baa furiin ku iman karaa. furiin wuxuu iman karaa mar quus laga joogsaday wada socodkii. dardaaranada islaamku uu siinaya waxaa ka mid ah waxaa macaasida la yidhaha in la iska ilaaliyo si ay qoysku bilaa mushaakil u noqdo. dadku hadday xaaraanta cunaan ama caadaystaan inay daawadaan oo ay dhegaystaan oo ay ku dhaqmaan macsiyad iyo xaaraan, mushkiladda u horeedka macsiyadaas wuxuu ka bilaabmayaa qalka dhexdiisa. quwadkii ereku safgaran maaya, odaygeenu islaantuna safgaran maaya, dadkeenii saalixiinta nin ka mid a baa wuxuu lahaa anugu maalintan macsiya ku dhaco waxaan ka gartaa raadka macsiyada ah, araa athara almacaasi fii beyti wa fii daabati, gurigaydii iyo gaadiidkaygaa baan ka arkaa. kolka u horeeyaba gaadiidkan qaban kari waayaan, fuuli kari waayaan. marka labaadna xaaskaan isku dhacnaa, caruurtii baan isa seegaynaa. marka meesha maaliba meesha ka macsiya badan iyo dadbag dadkay ka dembi badan yihin, way ka khilaaf badan yihin. waa khilaaf, waa cuquuba, cuquubadanna waxay ka tihi macsiyaday dadku galeen. markastoo aynu ilaahay dikrigiisa badin oo ducada aynu badin oo cibaadada aynu badin oo qur-aanka aynu badin oo qur-aankii lagu akhriya guriga shaydaankii soo carraabayay ee meesha soo casho doonanayay ayaa iska carraabaya, iska tegaya. laakiin haddii aan meeshii cilmi iyo diin iyo dikri midnaba lagu wadinna, cayayaanka iyo xasharaadka shayaadiinta ayaa iska soo buuxinayo, dee wixii lagaga buufin lahaa ayaa meeshii aan jirin. waa ka nabigu tilmaamaya shaydaanku inuu aadanka ka caro, wuxuu tilmaamaya aayatul kursida inuu ka caro, wuxuu tilmaamaya suuratul baqara guriga lagu akhriyay inaan soo galay intiiba haddii laga daayo ka war, dee wuu orinaya meeshiiba uu isjiraya sida bahalaha ayuu ka ceehaya.
marka maxay dadku ku heshiyeen marka usradiisi ay bilaab shaakir u noqoto meeshii waa inay noqotaa meel ilaahay lagu adeecayo subxaanahu wa tacaala oo aan lagu caasiyn ayaa aad muhiim ah waxyaabaha qoyska bilaab shaakir ka dhigi kara waxaa ka mid ah daacada in la kala tala qaato arrinkeen iyo aqbarkeen islaamkeennu arrinka ninku u dhiibay ciddii doontaana waxay doonaysaa sheegtay ninkaa ka taliyaa meesha iyaduna waa mustashaar waa lala tashanaya talada wanaagsan ay soo jeedisana waa laga qaadanayaa haddii taladiisu ay xun tahay dee lama qaadanaya dabcan taladii wanaagsana diinta iyo dadnimada ku fiican baa laga qaadanaya marka arrinkeen iyo aqbalkeen baa lagu wada socdaa meeshii waa dowlad isan weyn nebiguna wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam laba salaada lagama aqbalayo addoon baxsaday oo rinikeedii caasday waxaa la isku caasiyayaana waa wixii markaa wanaagsanaa ee xaq ahaa ayaa markaa dembigu imanayo wixii xaq ahaa marka qofkii lagu caasiya wey ama haddii lagu caasiya wax macsiya oo ibtidaaka ay naga daan dembi ku yaraan mayso waxaa loo baahaya usradu si ay bilaa mashaakir u noqoto alqanaaca alqanaaca qanaacadu waa inay ku maarmaan labada qof wixii ilahay u qadaro macruurtii baa wax ka noqotay musiibo adduunyaa ku timid ma isagii baa faqiir noqday ma iyadii baa duruufaysan wixii ilahay u qadarana waa inay ku qanacaan wixii ilahay calaf uga dhigana waa inay ku qanacaan saaynu horaba usoo xusaynay haddii laakiin waxaa maxaa u keeni weyn iyo waxaan u kari karan iyadu ay weydiiso ama waxaan iyadu awoodi karaynin ay weydiiso arrin u weydiiya isagoo arrin aad u adag wey qanaacadii waxaa ka mid a markay gabadhu xaasku doonayso xalaal waa in la yidhaah oo aan odhanin inaguma filaan korin ama marka uu isagu wax xalaalaydhaa intaasaynu haynaa iyadu waa inaanay odhanin maayaan korin oo maxaynu ka korina dee halkaasaa dadkuba ka ceeshaaye heblaay dee biilkeedu waa intaasaan soo shaqeeya intaasaa dee waxaynu haynaa adduuna mee dadkuba sabreshan bay wada galeene dee inagee maxaa adiga nagu soo kaataay ilaa wadaadaa galaye lama daliishado qofka qabdama qaladkiisa marka inu isagiina ku dirqiya maa inayadii ku dirqidanama shayga xaraamta waa ruuxaynu u baahannay kan iyo kane dadku way wada ceesheen oo daaray wada dhisteen oo dadkoodii bay waraabiyeen dee ribaday noo qaad ribaday noo qaad ma qabata meesha walaalayaal maantana waa adduunya barintana waa aakhiro waxaa lagama maarmaana xalaasha in lagu dadaalo dadkii saalixiinta ahaa wax caadadood ahayd marka uu ninku dabadda usii baxay qorida wanaagsani waxay odhanaysay hebelow moo soo shaqay laakiin xaaraan haga ilaali xaaraan haga ilaali saasaa lagu wada soconaya haddii laakiin xaaraan la cuno khalaas horeyn usoo sheegnay cuqubada usrad waxay bilaa mashaakil ku noqon kartaa in la tixgeliyo dadka labada dhinac ka soo jeeda ninka xaggiisa usrada cidda ka soo jeeda iyo xaggeeda cidda ka soo jeeda oo aanu isagiina odhanin reer gabar baa kaa raacda iyadiina aanay odhan reer nin baa kaa raaca rimoorka dabada ku wadataa maxay labadeena isqadneede inaga daa fiiladan dheer ee kaa daba taxan ninow inaga daa dadkanaad wado iyana aanu odhanin dadkanaad wado inaga daa laakiin qaraabo xidhiidintii waa waajibe in la xidhiidiyo oo ummadda labada dhinacda lasoo dhaweeyo midiba ka kale ogaado tolkiisii inuu yahay xidhiidkaaguna waa tolka ninka xigtadiisuna adiga haddaad heblaayo tahay waa tolka gacal bay ku yihi marka kuweyaalahaasaa ka mid a waxyaabaha usraddan mashaakil la-aanta ka dhigaya ee mushkiladda ka saari kara waxaa ka mid a xifdul asraar in sirta la ilaaliyo waanu iskhilaafnay oo odaygiibaa hadalkaa yidhiyo heblaaya hadalkan tiriyo waxaasaanu isku haysanaayo marka ay gabadhu maqasho warkiin qoysku inuu dabadda u baxay ama isaguo maqlo arrintii aqalka dhexdiisa lagu xallin lahaa inay dabadda u baxday midiba kiika lagu cadhoonaya ma ninka asraarta idi faafay ama gabadha warkaygii sheegtay bay odhanaysa ayuu isagiina odhanaya wax xalaaqay wax kasta ha isla maraan labada qof xataa xigtadooda xataa saaxiibadooda iyanagay saaxiibadaheed u sheegi isaguna inuu saaxiibadihii u sheegi marka wax dagoor xal la waayay oo arrin dabadda usoo baxo karku meel dheer gaaray mooyaan xal loo baahan yahay mooyaan inahaasaa runtii ka mida usrada waxyaabaha mashaakilka ka badbaadin karaya iyo qaar kalo badanba markaynu soo ururino waa diin wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan iyo dadaal suuban intaa haddii la isku daro
oo qofkii uu og yahay la xajacla inay dhaasho intay waxaa la ydin geel ka tegay oo geel kala raacay hasha magaceed buu soo kororsaday laba geeloo isku mid ah ayuu kanna ka tegay mid kalena uu raacay muxuu kordhiyey waxa weeye hashan magaceed geelii cusbaaya uu yaqaanaaheed inuu iska wato hadduu imika mid furuu mid kale guursado iyana ay kii hore furtay mid kale guursato oo haddana berri la ysku soo noqdo oo saa dambe laysa sii furo daa'iradun baa lagu jiraya wareeg waaliya baa lagu jiraya marka niyadqab baynu u baahannahay iyada inaan cijisha ayaa ku dayani dadku maxay dhaqankoodii ahaa taariikhdii wanaagsanayda hoyooyinkee taariikhdii wanaagsanay aabayaashii iyo saalixiinta asxaabta baldi baynu u akhrino aynaan horteenna waxyaalla egeen taariikhda aynu ka faa'idaysano usradu siyaabahaasay bilaa mashaakil ku noqon kartaa noloshuna waxay macna ku samaysaa samafalka dulqaadka cafiska ilahay baa wuxuu uhi ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan ilahay wuxuu ifarayaa cadaalad iyo samafal labaduba waa la amray cadaaladdu waa adoo xaqaagii qaad ixsaankuna waxa weye adoo ka tanaasulah labadaasay walaalayaal kuwada socon karaya haddii la doonayo qoys inuu dhisnaado oo wadda inoo badbaado hadduu qoysku dhisnaan waayaan kuwa kale waa laydinka qaada idin kale bannaankaa laydin tuuri ilahay taa inagama yeelo assalaamu calaykum.